كل شيء موجود عندنا، احنا مو تقول مثل طيب شيخ رعد، يعني من منكم الحق تتكلمون باسم الاثنين؟ كان اكو هناك استفتاء من قبل الشارع السني او الشارع السني في محافظات الغربيه، من انطاكم الحق الان تتكلمون بموضوع الاقليم السني؟ شنو من منطقة يعني الحق؟ كيف انت تمثلون انت الان بهذا الموضوع؟ انت اعلاميه ومقدمتك كانت رائعه، قل ربطيها بموضوع الدستور يضمن، انطيك نسخه من الدستور واقول لك واحده اثنين ثلاثه، انا حقي الدستوري ما مسموح اليوم ما حد يقول لي تسكت. وحضرتك قلت مطلب هذا المكون السني. اي مطلب، مطعم مطلب شرعي والناس رايدته. من يقول هذا مطلب والمكون السني؟ تعال عمي هاي اليوم صار 10 15 سنه انا دور مهمش اليوم شيخ رعد، احنا سوينا استفتاء حتى نعرف راي السنه. خليني اكمل واطلع من البرنامج. لا تفضل، الى كل الوقت. اخوي تفضل تفضل شيخ، انا ما اريد قاعد اتطور طشه، انا دا اقول لك احنا وزاره الداخليه بالكليه العسكريه واحنا ما نريد ندور طشه شيخ، تفضل. والداخليه ما يقبلون غير ثلاثه من مجموع كذا، من مجموع كذا 100، يعني مهمشين دورنا عبالك احنا بنقلادش، احنا الاغلبيه احنا الاكثريه بدلاله بالتعداد السكاني، وخروا موضوع المذهب ما يتظهر موضوع المذهب السني اكثر، فدا نستحي نقولها، بس المقابلك ما مستحي يجي يستفزك بالشارع او يدق على راسك حيل عموري ومال ام المؤمنين وانتم بعدهم هذا الحقد الدفين، نبقى اخوه وقرايب ناخذ حصتنا وقاعتنا، وكل من يحكم بنفسه والتابعين للجيش والشرطه على حكومه المركز، وكل من ياخذ قياتهم ومالات، احنا ما جاع نستفزهم، نقول له يقول لك الوطن يابا انت وين كنت؟ منطيني حصتي من الوطن وبقتها كلها العيش والباطل، ابو الايراني قام يحكي بالوطن وانا عراقي في البلد ما احكي بالدستور، عيب وصلونا لمرحله بحيث ان نطلع من البلد ونعوف الكوميون يقول لك هاك تفضل.